مهندس الشباب طبعا السرد بقى شباب طبعا، بس انا خدت الخير كله يا باشا. السيرت سيجن تورا صباح زيدان يعني انا اعتبرها ان هي بنتي مباشره، واول مره اشوفها تتكلم في الرنين انا زعلان. انت خليكي في السي تي، ليه تتكلم في الرنين؟ ها السبورتس بقى والسي ام ار بقى. وتورا صباح طبعا مدرس مساعد في بنها والعمود الفقري في الكاردة كله في بنها صراحه، يعني ربنا يوفقك. السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الكاردياك ام ار اي ان سبورت. هو موضوع مهم طبعا مع الحالات اللعيبه بقى والاثليتس اللي ابتدوا يحصل لهم صادين كاردياك ديس والموضوع بدا يزيد. فاحنا هنقول يعني موضوع بسيط كده ان الوقت طبعا قليل. اول حاجه الفيزيكال اكسرسايز يوسفول تو بريفنت ميني كارديوفاسكولار ديزيزز ليميتنج سيفرال ريسك فاكتور فور هارت باثولوجيز اند ريدوسينج ذا انسيدنس اوف فيتال اسكيميك ايفنت ديو تو كورونري ارتري ديزيز. موست سادن كاردياك ديس ان اثليتس اوف ان نون اندرلاينج كارديوميوباثيز may occur during or just after physical activity suggesting that the multiple stress factors such as dehydration, electrolyte and acid-base alteration may act as a trigger. Athletes with the excessive physical activity more than the recommended usual quantity of healthy subject the athletes have 2.4 to 4.5 increased risk of sudden cardiac death and about 80% of them are asymptomatic before this. Long lasting athletic training causing cardiac heart overload that result in morphological functional cardiovascular adaptation of cardiac chamber that called athlete's heart. طيب athlete's heart ايه الادابتيشن اللي بتحصل؟ في structural adaptation وفي electrical adaptation. ايوه شغال مش شغال. في عندنا structural adaptation ودي بتبقى عبارة عن LV hypertrophy, left atrial dilatation and right ventricular dilatation. طيب الالكتريكال adaptation هيبقى في شكل ايه؟ بيبقى في arrhythmia في more than 80% of athletes وده نتيجة الكارديك autonomic nervous system and structural remodeling وده بيجي في شكل ECG changes أو alteration may be related training related or non-training related. Also functional adaptation in the form of greater diastolic compliance and reduced ejection fraction. طيب دلوقتي عندنا في modification بتحصل في الأثليتس هارت وفي عندنا pathological condition أو الباثولوجيك هارت. في overlap between the athlete's heart and the pathological condition which called gray zone. Gray zone is the region for multiple diseases or differential diagnosis enter in this gray zone like dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, infiltrative LV hypertrophy, arrhythmogenic cardiomyopathy and LV non-compaction cardiomyopathy. الاثليتس هارت جري زون بتوين ذيس اور اول ديزيزز ان نون كومباكشن ال في نون كومباكشن فور اكزامبل ترابيكيوليشن اند ال في ديس فانكشن ال في لو فانكشن هايبرتروفيك كارديوميوباثي ال في هايبرتروفي ذيس از ذا شيرنج بوينت دايليتد كارديوميوباثي از ال في دايليتيشن اند ديكريزد فانكشن اي ار في سي رايت فنتريكولار دايليتيشن اند ديكريزد فانكشن.
طيب الام ار اي الفاليو بتاعته بتاعتنا في الاسليتس هارت احنا ممكن نعمل بيه ايفالويشن للاورطه، ممكن فالفولار للفالف، ممكن للمايوكارديوم. وبالتالي يعني احنا مش هنقدر نغطي طبعا كل الكلام ده، فاحنا هنتكلم بس عن الجزء بتاع المايوكارديوم او اللي فيه الكارديوميوباثي زي الاي ار بي سي او الدايليتد كارديوميوباثي اند الهوكم. فيرست هايبرتروفيك كارديوميوباثي ات از ا كومن كونديشن افكتنج 1 ان 500 بيبل اوتوزومال دوميننت ميل بريدومينانس ديفايند باي وول ثيكنس مور ذان 15 مليمتر ان 1 اور مور ال في مايوكارديال سيجمنت particularly the septum measured by any imaging like echocardiography and MRI. If the thickness between 13 and 14 millimeter with a positive genetic test or positive family history also diagnosed HOCM or HCM asymmetrical hypertrophy thickness ratio more than 1.3 in normotensive and more than 1.5 in hypertensive patient. طيب hypertrophic myocardium هل هو لوحده ولا معاه obstruction؟ دي حاجة مهمة لازم نعلق عليها. أول حاجة الhypertrophic cardiomyopathy الhypertrophic obstructive cardiomyopathy ده 70% of cases but hypertrophic cardiomyopathy only no LVOT obstruction and or mid cavitary obstruction. الاوستراكتيف بيبقى فيها هايبرتروفي نير الاوت فلو تراك او ميد كافيتري اوبستراكشن او سام وهنقول عليهم دلوقتي. طيب ايه الـ يعني الفرق ما بين الهايبرتروفيك فينوتايب اوف اسليتس هارت اند الهايبرتروفيك كارديوميوباثي؟ معظم الاسليتس هارت بيبقى فيها كونسنتريك هايبرتروفي ولكن نوت اكسيد 16 مليمتر. Importantly, athletes with HOCM lower degree of hypertrophy than sedentary patient. يعني الأثليتس اللي هو عنده HOCM بيبقى عنده الهايبرتروفي أقل من البيشنت اللي هو السيدنتري اللي هو ما بيتحركش أو مش أثليتس يعني. بس في كلتا الحالات هما أكتر من 85% هما بيعدوا ال 16 مليمتر thickness. عشان كده في ناس بتقع في زون بوردر لاين كده، لازم نفرق ما بين الهايبرتروفيك اتليتس هارت من الهوكم. الهايبرتروفيك كارديوميوباثي ده ذا موست كومن جينيتيك كاردياك ديس اوردر ريبريزنتنج الفيرست كوز اوف ديس اوف كاردياك ديس امونج اتليتس. وده بيبقى فيه فايبر ديس اري باثولوجيكال، يعني باثولوجي بتاعه انترستيشيال فايبروزيس في ارتيريولر ثيكنينج، وكل الحاجات دي بتعمل ريمودلنج وبتعمل اريزميا وبتعمل اسكيميك هومولوجس وممكن تعمل صادن كاردياك ديستو. ده ام ار اي لثلاثه بيشنت. الاولاني ده في كونسنتريك مايوكارديال هايبرتروفي، يعني الثيكنس ده كده 14 ملي وعندنا ليد جادلوني انهانسمنت مفيش كونتراست انهانسمنت. وده كده الصوره الاولانيه ده اسليت سهارت مفيش فيه باثولوجي. البيشنت الثاني فيه كونسنتريك فيه سيمتريكال مايوكارديال هايبرتروفي وفي باتشي كونتراست انهانسمنت في الليد جادولينيوم انهانسمنت. ده بيشنت هوكم ولكن سيمتريكال. في البيشنت الثالث وده في اسيمتريكال هايبرتروفي سيبتال اكتر وفي الليد جادولينيوم انهانسمنت في فايبروزيس. طيب التايبز بتاعت الهايبرتروفيك كارديوميوباثي ده عندنا النورمال هارت، هنا التايب ده البيزل سيبتال هايبرتروفي افكتنج السيبتم بيزل سيبتال ريجون. ده الريفيرزد سيبتال، ده ميد كافيتري وده ايبيكال وده اللي هو الكونسنتريك واخد الهايبرتروفي واخد كل الايه المايوكارديوم. ده برضو مثال للسيبتال هايبرتروفي تايب اوف سيبتال هايبرتروفي. ده صوره سي تي فيها ميد كافيتري هايبرتروفي ده ايبيكال تايب. طيب اوبستراكتيف اور نوت ده سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه. طيب في ال في اوبستراكتيف ولا ميد كافيتري اوبستراكشن؟ ده بنعلق عليها في التقرير برضو. طيب ال ال في اوبستراكشن ده هشوفه فين؟ هشوفه يعني ده عندنا صوره لللونج اكسس 3 chamber view face contrast. يعني احنا شايفين هنا الفلو عند ال LVOT في اليزنج
هنا عند 250 سنتيمتر، ده عند سرعه اعلى، فده معناه ان في اوبستراكشن في الـ LVOT ميد كافيتري اوبستراكشن، وده نتيجه ان في هايبرتروفي في الميد كافيتري ريجون وعامل عند الليفل بتاع البابيلاري ماسل. طيب انا هعمل ام ار اي ليه للبيشنت اللي هو عنده هايبرتروفي كارديوماس او سسبكتد في الايكو ان هو عنده سيكنج او عنده سيمتومز، ممكن يبقى حاجات اريزميا، ممكن يعني احنا دلوقتي بنتكلم على كاتيجوري بتاع اسليتس يونج بيشنت وفي عنده نون سبيسيفيك سيمتوم. طيب ده الام ار اي هيكونفيرم الدياجنوزيس بتاع عن طريق ان انا بشوف الماكسيمال سيكنس بتاع الميوكارديوم ال في فانكشن ديترماين سب تايب او الهايبرتروفي كارديوميوباثي، بحدد اذا كان في ال في او تي اوبستراكشن في سام ولا لا، ميد كافيتري اوبستراكشن او في ابيكال انيوريزم ولا لا، ليد جادولينيا انهانسمنت بريزنت، اند احدد الكوانتيفيكيشن واشوف اذا كان في اديشنال فايندنج ثاني. ده اول حاجه ان انا بقيس الميوكارديال سيكنينج، وده بقيسه في الدايستول وبقيسه في الشورت اكسس واللونج اكسس فيو. طيب لما اجي اقيس بقى في الشورت اكسس بقيس في الشورت اكسس في الدايستول برضو وزاويه ترابيكيوليشن، يعني ما اخدش معايا الجزء ده من الميوكارديوم. طيب ده بقيس باسس ال في فانكشن زائد بحدد معايا الميوكارديال ماس قد ايه. يعني هنا السيركمفيرنس ده اللي هو الاندوكارديال الخط الاحمر ده باخده في كل القطس اللي معايا، وده بيجيب لي الفانكشن بتاعت ال في. لما باخد الخط الاحمر ده مع الجزء الاخضر اللي بره اللي هو الابيكارديال بجيب منه الليفت فنتريكولار ماس، وبحدد بالنسبه للبادي سيرفيس اريا بتاعت البيشنت، يعني بدخل الوزن والطول بتاع البيشنت عشان اطلع الماس قد ايه بالنسبه ليه هو. بحدد السب تايب زي ما احنا قلناهم قبل كده، بحدد نقطه اذا كان في ال في او تي اوبستراكشن ولا لا، وده بشوفها في الثري تشامبر فيو لان ده ال في او تي، وبشوف الاوبستراكشن ده هل هو بسبب السيبتر هايبرتروفي مثلا ولا في حاجه اسمها سام اللي هو سيستوليك انتيريور موشن اوف مايترال المايترال ليفلت، وده هجيب ده صوره ليها، ده الهايبرتروفي اوف السيبتم. وهنا بيبقى في الانتيريور anterior leaflet of the mitral valve بيبقى في abnormal movement toward the hypertrophied septum، بيعمل narrowing لل LVOT او بيعمل LVOT obstruction زي هنا كده، يعني ده حركة ال mitral leaflet toward the hypertrophied septum وده ال LVOT بيقفله او بيعمل له narrowing، ده اللي بتقول عليها systolic anterior motion abnormality. دي ممكن تحصل في البيشنت الهوكم او لا، الجريدز بتاعتها ان هو بيتحرك اكتر من 1 سنتي ولا اقل من 1 سنتي جريد 2 او جريد 3 اللي هو عامل اوبستراكشن خالص بيقفل خالص. وده دياجرام كده بيبين ازاي ان هو يعني ده المايترال وده الاورطة وده النورمال، ده نورمال حركة البلد في النورمال. هنا بيبتدي الفالف الكاسب الانتيريور مايترال فالف الليفلت يروح على ال LVOT هنا، فبالتالي عمل اوبستراكشن للبلد اللي طالع على الاورطة. طيب الميد كافيتري اوبستراكشن ده بيبقى نتيجه قلنا ان احنا هايبرتروفي في الميد كافيتي وبيعمل اور جلاس او دمبل شيب، وده ممكن بيعمل لي ايبيكال سيننج وممكن يعمل انيوريزم، وبالتالي في الليت جادولينيوم انهانسمنت بيبقى في عندنا فايبروزيس او انهانسمنت في الليت جادولينيوم انهانسمنت، وبالتالي عندنا تشيك ليست احنا المفروض نطلع الفايندنج من الفحص الماكسيمم سيكنس الليفت فنتريكولار فانكشن والمفروض والماس وديترماين السب تايب اوف الهوكم ال في او تي اوبستراكشن بقول موجوده ولا لا واشوف في سام ولا لا، الميد كافيتري اوبستراكشن او الابيكال انيوريزم اتكلمنا عليها، بعد كده الليت جادولينيا انهانسمنت موجود ولا لا. ده التيبيكال باترن بتاع الهوكم في الليت جادولينيا بيبقى باتشي انهانسمنت في الميوكارديا، ولازم زي ما دكتور طارق قال ان انا مش بشوف يعني شورت اكسس بس، لا انا اشوف الشورت اكسس الثلاث اللي احنا شايفينهم دول، وبشوف الفور تشامبر وممكن اشوف تو تشامبر ممكن اشوف ثري تشامبر، بشوف كذا فيو عشان ااكد الايه الانهانسمنت. الفايبروزس اند الاكستنت بقى البريزنس اوف فايبروزس في الهوكم ده ميجر ريسك ماركر اوف سادن كاردياك ديث اف اكستنسيف ليت جادولينيوم انهانسمنت مور ذان 15% اوف ليفت فنتريكولار ماس انفولفد
impairment associated with twofold increased risk of sudden cardiac death regardless the presence of other risk factor like left ventricular wall thickness more than 30 millimeter and the positive family history of sudden cardiac death. This example also of lead gadolinium enhancement in the hypertrophied septal area. Also the hypertrophied septum with patchy enhancement fluid gadolinium enhancement. نفس الكلام ان الميوكارديال فايبروزس بيزود تو فولد انكريز الريسك اوف سادن كاردياك ديث. وبالتالي انا عندي تشيك ليست المفروض ان انا طلعت كل الداتا دي. بشوف حاجه كمان ان انا الميوكارديال كريبت والترابيكيوليشن الرايت فنتريكولار هايبرتروفين بيبقى ساعات موجود في 15-17% من الكيسز. بشوف كمان ميوكارديال كريبت اند هايبر ترابيكيوليشن. وبالتالي التقرير بتاعي لازم يطلع بالفوليوم اند الماس كوركتد فور بي اس اي اللي هو البادي سيرفيس اريا بتاع البيشنت والفانكشن ان دايستوليك فوليوم ان سيستوليك فوليوم ستروك فوليوم اجكشن فراكشن اند ماس تيكنينج اند الفانكشن اوف الميوكارديال سيجمنت. بحدد ال في او تي اوبستراكشن موجود ولا لا, ميدكافيتري اوبستراكشن موجوده ولا لا, السام موجود ولا لا, واشوف البريزنس والاكستنت اوف فايبروزيس. هنتكلم بس كلمتين كده عن الاريزموجينيك كارديوميوباثي. وده برضو من الحاجات اللي بتيجي في اليونج ايج وبتافكت الاثليتس وبتبقى من الحاجات اللي بتعمل اريزميا. هو جينيتيك كارديوميوباثي ان ويتش لوس اوف ديزميزومال انتجريتي ليدنج تو فايبروفاتي ريبليسمنت اوف مايوكارديال تيشو بريديسبوزنج تو فنتريكولار اريزميا رايت فنتريكولار انلارجمنت اند ديسفانكشن. ما يعني frequent use of CMR and the genetics this is a misnomer. يعني هو not affecting the RVC only but affecting biventricular and left dominant also. وبالتالي الأفضل نقول arrhythmogenic cardiomyopathy. الدياجنوزيس based structural functional electrophysiological وهيستولوجيكال abnormality. وده مجمعينها في حاجه اسمها task force criteria منها ال MRI من التاسك فورس كرايتيريا فور الدياجنوزيس. وده بنحدد نكمل ولا خلاص دي اكمل الباقي. طيب خلصت ولا لسه؟ معلش طولت. ايه لا لسه في حاجه اديها دقيقه تاني. ماشي. مش يعني التاسك فورس كرايتيريا هي فيها ايتمز كتير يعني الايمجينج والبايوبسي والديبولاريزيشن ابنورماليتي ديبولاريزيشن ابنورماليتي والاريزميا والبوستيف فاميلي هيستوري. واحنا جزء منها اللي هو الام ار ده حاجه مهمه جدا ان انا بساعد في الدياجنوزيس بتاع الاريزموجينيك. طب ايه السي ام ار ابنورماليتي اللي انا ممكن اطلع بيها من الفحص؟ الرايت فنتريكولار وول سيننج, الاوت فلو تراكت انلارجمنت, الجلوبال او ريجيونال سيستوليك ديسفانكشن, الفنتريكولار دايلاتيشن, فايبروفات ريبليسمنت, والسب ابيكارديال ليد جادولينيوم انهانسمنت. ده عندنا صوره اهيت للاند اند سيستوليك والاند دايستوليك شورت اكسس. وفي عندنا ديسكاينيزيا او اوف فري لاترال وول وفوكال انيوريزم في الرايت فنتريكولار وول وفي انلارجمنت للرايت فنتريكل كمان. هنا دي اكسيال تي 1 بلاك بلاد ايمج فيها ترانسميورال فات ريبليسمنت للليفت للرايت فنتريكل وول. هنا بوست ليد جادولينيوم بوست جادولينيوم انهانسمنت في الفوكال فايبروزيس في الرايت فنتريكولار وول. زي ما احنا قلنا ان الرايت فنتريكل هو الموست انفولفد, ولكن في عندنا الباي فنتريكولار وفي عندنا الليفت دوميننت كمان. زي الحاله دي, الحاله دي فيها برضو هنا ديسكاينيزيا باي لاترال وهي واخده ار الرايت اكتر, بس هي باي فنتريكولار افكشن وفي انهانسمنت في التو لاترال وولز اوفر الرايت وليفت فنتريكل. Also this type is left dominant, more affection of the left ventricle. Main difference between the athlete heart and the arrhythmogenic cardiomyopathy ان احنا عندنا الاثليت هارت الار في تشامبر بيبقى دايليتد والانفلو تراكت, لكن الانفلو والاوت فلو بيبقوا افكتد في الار في سي. الوول موشن ابنورماليتي ده بيبقى مش موجود في الاثليت هارت, ولكن بيبقى في عندنا بولجينج انيوريزم في الفري لاترال وول. دي كمان دي خش على الكونفيجن سايبت عليكم. الموضوع كبير بس مش عارفه ليه. لا خش على الكونفيجن. خش على الكونفيجن. طيب لسه تي
طيب هو طبعا من الحاجات برضو اللي كنا في الديفرنشيال الدايليتد كارديوميوباثي في المايلد طيب بيبقى في اوفرلاب ما بينه وما بين برضو الاسليتس هارت، بس عندنا دايليتد ليفت فينتريكل بس بريزيرفد وول سيكنس وما فيش بوست جادلينيا انهانسمنت. الهايبر ترابيكيوليشن بتاع في الاسليتس هارت ممكن برضو مس دايجنوزد ان هو نون كومباكشن، والنون كومباكشن دي صوره للنون كومباكشن كارديوميوباثي ان بيبقى الكومباكتد بارت من الميوكارديوم بيبقى في نون كومباكشن اكتر من 2.3 يعني 2.3، فعشان نقول ان هو نون كومباكشن ده الدياجنوستيك. هوم مسج بقى ان الاسليتس هارت اسوشيتد وذ ستراكشرال كاردياك تشينجز ديو تو انتنس برولونجد اكسرسايز، ذس موديفيكيشن سيميوليت اوبزرفد ان كارديوميوباثي ذات ريبريزنت وان اوف ذا ليدنج كوز اوف سادن كاردياك ديس، كوركت ديفرنشيشن بتوين الفيسيولوجيكال اسليت هارت تشينجز اند كارديوميوباثي ريكوير كومبريهنسيف نوليدج اوف مين ايمجينج فيتشرز اند ديبس كونشسنس ذات كاردياك ادابتيشن للريليتد للسكس والايدج وال characteristics with duration of training exercise. Advanced cardiac imaging has important role in assessing structural alteration in a competitive athletes can distinguish physiological adaptation from congenital anomaly and cardiomyopathy for detection or early detection of athletes at risk of sudden cardiac death. In addition, addition of mapping parameters improve CMR in diagnosis, the capability of identifying cardiomyopathy at early stage. The radiologist specialized in cardiac imaging can have an important role in differentiating athletes heart and cardiomyopathy as the CMR and CT are particularly useful in but there is non-specific or inconclusive by ECG والإيكو. بس شكرا. بس محتاجين conclusion لكن